بالنسبة للإحصائيات المنظمات التي هي على تواصل دائم مع سكان الزعتري أو اللاجئين السوريين خارج الزعتري، من الصعب أن يتم الوصول إلى الحالات التي أشيرت عنها من قبل وزارة الصحة الأردنية بسبب عمليات الحجر وعمليات الحجر الصحي التي تقوم بها الحكومة الأردنية. في الزعتري حاولنا جاهدين منذ يوم أمس أن نتواصل مع بعض الحالات التي أعلن عنها، حالات مرض نقص المناعة المكتسبة، السبع حالات التي ذكرت لم نستطع الحصول على أي حالة منها ولم نستطع التواصل معها أبدا. معظم الحالات التي استطعنا رصدها هي الحالات الطبيعية الموجودة داخل المخيم لا تزال، مثل حالات الأمراض الناتجة عن تلوث مصادر المياه مثل الجفاف والإسهال وما شابه ذلك.